البستان ينثر بالقلب الأزهار. شمس مع نور وضياء يأتون بقلب وضاء، والعم سيحكي بمساء قصصا تهدينا أنوارا. بالصبر نحقق أحلام، بالرفق نزين أيام، بالليل نجهز أقلام كي نرسم شمسا ونهارا. لو كنت صغيرا لا تخجل، لو لم تعلم شيئا فاسأل، وجمال الروح والأجمل بالحب نسابق أتيارا. نحكي قصتنا فاسمعنا، ولتبحر معنا في المعنى، دفء الفانوس سيجمعنا ليقص علينا الأسرار، ليقص علينا الأسرار. ولماذا لم تدافع عنه يا ضياء؟ ولماذا أدافع عنه؟ إنه فانوس صغير وضعيف، وهو ليس معي في الفصل ولا أعرفه. ولكن كان يجب عليك أن تدافع عنه، على الأقل تبعد عنه الفوانيس الأخرى. ما الموضوع يا صغار؟ لماذا أنتم مختلفون؟ عم مصباح، ضياء شاهد مجموعة من الفوانيس المشاغبين يضربون فانوساً ضعيفاً في المدرسة، ولم يساعده أو يدافع عنه، ويقول إنه ليس معه في الفصل ولا يعرفه، لذلك لم يساعد. اسمع يا ضياء، يجب أن نساعد الضعفاء سواء كنا نعرفهم أم لا. سأحكي لكم حكاية جميلة عن هذا الموضوع. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أراد أنانا سينغ أن يتحدى المصاعب وأن يحصل على سيف المحارب، فذهب إلى معلمه ليسأله كيف يصل إليه. سيدي، كيف أحصل على سيف المحارب لأصبح أعظم بطل في لعبة الكونغ فو؟ السيف في القلعة. أية قلعة؟ قلعة السيف. وأين هي؟ على قمة السيف. السيف في قلعة السيف، والقلعة على قمة السيف؟ أنا لا أفهم شيئاً. ابحث لتفهم. نعم، سأبحث عنه. صار أنانا في طريقه شرقاً وغرباً، وكل همه أن يصل إلى القلعة ليجد سيفه ويحقق هدفه. سيدي، هل تعرف الطريق إلى قلعة السيف؟ سمعت عنها ولكن لا أعرف طريقها. سيدي، هل تعرف قلعة السيف؟ قلعة السيف؟ نعم، سمعت عنها من قبل. وهل تعرف الطريق إليها؟ سمعت أن الحكيم شاون هو من يعرف طريقها، إنه في القرية القريبة هناك. شكرا جزيلا. عفوا. ووصل أنانا إلى القرية ليبحث عن الحكيم ويسأله عن القلعة. هاي، أنت أيها الصغير، هل تعرف الحكيم شاون؟ نعم، إنه أبي. رائع، دلني عليه، أريد أن أسأله عن شيء. ولكنه مات منذ فترة، ماذا تريد منه؟ أنقذونا، النجدة، اللصوص. أيها اللصوص الأوغاد. شكراً أيها البطل، لقد أنقذتنا منهم. أنت شجاع أيها الفانوس. كنت أدافع عن نفسي فقط، والآن سأكمل رحلتي. لما لا تبقى معنا وتدافع عن القرية من اللصوص؟ معذرة، أنا في رحلة للبحث عن قلعة السيف. قلعة السيف؟ أنا أعرف طريقها، أخبرني عنها أبي قبل وفاته، ولكن لماذا تريد الوصول إليها؟ لأحصل على سيف المحارب، دلني عليها الآن. نعم، هذا السيف كان لأبي، كان هو من يدافع عن القرية. إن أوصلتك إليها
ترجع إلينا وتحمينا من اللصوص؟ نعم. اتفقنا. اتفقنا. وبدأت الرحلة إلى السيف الذي في قلعة السيف على قمة السيف. أتعرف أيها المحارب؟ لم أقابل فانوساً يدافع عن قريتنا في شجاعتك من قبل. أنا لست محارباً، أنا لاعب كونغ فو واضطررت للدفاع عن نفسي. أتمنى أن أصبح محارباً شجاعاً مثلك عندما أكبر لأدافع عن أهل قريتي. وأنا أتمنى الحصول على السيف. أكثر ما أحبه في قريتنا هم فوانيسها الطيبون، ولكن للأسف اللصوص الأشرار يفسدون علينا حياتنا ويسرقون أغراضنا وبضاعتنا، وأنت ستخلصنا منهم، أليس كذلك؟ بلى، سأخلصكم. هل أنت متأكد أننا في الطريق الصحيح؟ ها قد وصلنا إلى السيف. ها؟ أنا لا أرى أي سيف. انتظر قليلاً. ها؟ ما هذا؟ هذا هو جبل السيف، وهذه هي قلعة السيف. القلعة على قمة السيف؟ كان يقصد جبل السيف؟ هيا لنعبر الجسر. انتظر، لا يمكننا العبور معاً على هذا الجسر المتهالك. سأعبر أنا أولاً ثم تلحق أنت بي. حسناً. الحمد لله أنك نجوت، والآن ساعدني كي أعبر إليك. لا 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 داعي لأن تخاطر بنفسك، سأكمل أنا الطريق إلى القلعة وأنت تستطيع العودة إلى قريتك الآن. ألن ترجع معي لتدافع عن قريتنا؟ ولكن احترس. أكمل أنانا رحلته ليحصل على ما يبحث عنه، وتناسى وعده بمحاربة الأعداء ونصرة الضعفاء. سيف المحارب، أخيراً حصلت عليك. ها؟ ما هذه الرسالة؟ من الحكيم شاون إلى المحارب الذي يصل إلى السيف. الشرف الحقيقي لهذا السيف هو أن تساعد به الضعفاء. إلى أين؟ أنانا، لقد عدت. المعركة لم تنتهي بعد. ظننت أنك لن تعود بعد أن تحصل على السيف. الشرف الحقيقي للسيف أن أساعد به الضعفاء. هل أعجبتكم الحكاية يا صغاري؟ نعم يا عم مصباح، أعجبتني حقا. وأنا أيضا أعجبتني جدا. وأنت يا ضياء؟ نعم يا عم مصباح، وتعلمت أنني يجب أن أساعد أي فانوس سواء كنت أعرفه أم لا. تماما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم يا صغاري.
شمس مع نور وضياء يأتون بقلب وضاء، والعم سيحكي بمساء قصصا تهدينا أنوارا. بالصبر نحقق أحلام، بالرفق نزين أيام، بالليل نجهز أقلام كي نرسم شمسا ونهارا. لو كنت صغيرا لا تخجل، لو لم تعلم شيئا فاسأل، وجمال الروح والأجمل بالحب نسابق أديارا. نحكي قصتنا فاسمعنا، ولتبحر معنا في المعنى، دفء الفانوس سيجمعنا، ليقص علينا الأسرار، ليقص علينا الأسرار.